ولكن الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. نوروا قلوبكم وطيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. وارحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث في هذا اليوم بعنوان مفاتيح القرب الإلهي. مولانا العزيز يحفظكم. مفاتيح القرب الإلهي، انطلاقا من الآية المباركة، هناك عدة محطات تستوقفنا عندما نمر بهذه الآية. المحطة الأولى، المولى عز وجل في هذه الآية يوجه خطاب إلى الناس، الخطاب ترى إلى الناس، إلى عباده، بس مو مباشرة الخطاب وجهه بشكل مباشر، لا، جعل هناك واسطة في هذه الآية. يعني احنا نقرأ القرآن الكريم، الله عز وجل إذا يريد يخاطب الناس: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، بس هذه الآية لا، لأن الرواية شو تقول؟ أكو جماعة إجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسألوه: أربك قريب فنناجيه؟ القريب نجوى، يسمون الحديث إلى القريب نجوى، أم هو بعيد فننادي؟ نزلت الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالله عز وجل ما وجه الخطاب مباشرة إلهم، يعني ما قال يا أيها الناس أو اللي سألوا تحديدا، لا لا لا، قال: وإذا سألك عبادي عني، أكو واسطة وهو النبي صلى الله عليه وآله. إذا سألك يا رسول الله الناس فقل لهم إني قريب. ليش خلى النبي واسطة في هذه الآية تحديدا؟ مسألة القرب الإلهي، مسألة الدعاء، خلى النبي واسطة في هذه الآية. مو الله يريد يبين إلى الناس أن هذا النبي مو مجرد رسول وانتهى الموضوع، أدى رسالته وخلاص، أراد أن يبين إلى الأمة أن الواسطة بينه وبينهم هو النبي صلى الله عليه وآله. الله صلى الله يعني شوف عظمة النبي، هو مصدر الفيض، مصدر الخير، مصدر الرحمة، هو هذا النبي العظيم. هاي الآية المباركة تبين ذلك، مو مجرد رسول، مثل ما حجاج ابن يوسف الثقفي في يوم من الأيام جاي المدينة، وإذا يشوف الناس يطوفون حول قبر النبي صلى الله عليه وآله، ومسألة الطواف كانت موجودة، التبرك كان موجود، ترى عدم زيارة القبور وعدم جواز زيارة القبور وهذه الأمور كلها ترى مسألة حديثة مو قديمة، تعرفون. فعلى أي حال شافهم يطوفون حول قبر النبي صلى الله عليه وآله، ايش قال هذا الحجاج؟ هي كلمة مؤذية بس حتى تعرف ما قدر النبي حق قدره. يقول: ما بال هؤلاء يطوفون حول هذه الأعواد والرمة البالية؟ شايف انت، احنا في عندنا اعظم من النبي حيا وميتا، ماكو اعظم منه.
يقول ما بال هؤلاء يطوفون حول هذه الأعواد والرمة البالية، فلو طافوا حول قصر خليفتهم لكان خيرا لهم، أولم يعلموا بأن خليفة المرء في أهله خير له من رسول في حاجة وهي أشر على قبر النبي. يعني اللي تأمن على أهلك، اللي تأمن على مالك، يقول هذا مهم، خليفتكم مهم، أما هذا الرسول أدى رسالته وانتهى موضوعه، وين قيمته؟ شايف وين المشكلة؟ فالله عز وجل يقول ترى هذا هو مصدر الوح، مصدر الخير، مصدر العطاء، هو النبي صلى الله عليه وآله، اعرفوا قدره، اعرفوا منزلته، هو مصدر. احنا ليش يسمونا الأمة المرحومة؟ بين الأمم احنا معروفين الأمة المرحومة، سواد عيون هالأمة، الأمم السابقة مذكور بالقرآن، الله عذبهم بالدنيا، قوم نوح، لوط، صالح، الله نزل عليهم العذاب في الدنيا، خالفوا أوامر النبي وعصوا ربهم فنزل عليهم العذاب. هذه الأمة يعني أفضل من تلك الأمم في هالناحية. يقول ما أوذي نبي كما أوذيت، وإذا قوم صالح عقروا الناقة وفصيل الناقة، هذه الأمة خوف ما قصرت. أفضل من على الأرض في زمانه هو الحسين صلوات الله عليه، أفضل من يمشي على الأرض في زمانه. شايف أنت الشناعة اللي حصلها في كربلاء؟ فهذه الأمة فعلت أعظم مما فعلته الأمم السابقة. صدقني خذ كل الأمم في كفة وهذه الأمة في كفة، هذه الأمة سترجح على بقية الأمم، بس الله ما نزل عليها عذاب في الدنيا، ما نزل، صح ما نزل. ليش ما نزل عذاب في الدنيا؟ أخذ الله تعالى على نفسه عهدا ألا ينزل عذابا على هذه الأمة في الدنيا كرامة لحبيبه ونبيه محمد. الله فهذه المحطة الأولى. المحطة الثانية، وإذا سألك عبادي عني، ما قال الناس، ما قال فلان علان، لا لا، استخدم كلمة عبادي. إذا عرفنا معنى كلمة العباد بنعرف ليش الله تبارك وتعالى، مو هذا إشكال، الله يقول أستجيب بس ما يستجيب إلنا. خلينا نعرف كلمة عبادي حتى نعرف الله متى يستجيب إلى الإنسان. عبادي مأخوذة من العبودية، العبودية معناها شنو؟ التسليم المطلق لله. بعد ما تناقش الله يبغيك تصلي بهالكيفية، بعد لا تقول ليش وما دل... لا لا، تصلي بهالكيفية وانتهى الموضوع. الله يحب أن يعبد من حيث يريد، يحب أن يطاع من حيث هو يريد، من حيث هو يحب، لا كما تحب أنت. تأتمر بأمره بعد لا تناقش، هو الله عز وجل يحب أن يعبد كما يريد، وإلا بصير عبادتنا مثل عبادة إبليس لعنه الله. إذا كل واحد بيخترع إليه عبادة وبيخترع إليه مدري شلون، إبليس ترى عابد من العباد، الله رفع إلى السماء من عبادته، لكن لما قال إلى اسجد لآدم قال لا إلهي هاي السجدة أنا ما أبغيها، اعفني منها ولأسجدن لك سجدة ما سجدها أحد من العالمين. يعني يبغي يعبد كما يريد هو، الله طرد من رحمته. فالله يريد أن يعبد كما يحب، يأمرك بالقرآن الكريم، بعد لا تناقش، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بعد لا تقول ليش وشلون وهل هذا من عندك لو من عند الله، نصبت علي من عندك لو من عند الله، لا تناقش. الله يقولك لا تناقش، يقولك وما آتاكم الرسول، أمر من عند الله. لما الله يقول لك قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا تناقش معه. الله يحب أن يطاع من حيث يريد، وإلا هذا كله إجا إلى ابن عباس يقول لي يا ابن عباس لقد كرهنا أن تجتمع النبوة والإمامة لكم في بيت واحد يا بني هاشم. شنو كرهنا؟ بكيفك أنت، وهو النبي نصب علي بكيفه، يعني مو بكيفه، مو لأن زوج ابنته، بأمر من الله، يا أيها الرسول بلغ، بلاغ من عند الله، أمر من عند الله. يجي لي يقول لي هذا من عندك لو من عند الله، أقول لك، يقول لهم الله طيع النبي، النبي يقول لهم إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين على قراءة أخرى، كتاب الله، الثقل الأكبر كتاب الله، وعترتي أهل بيتي. يا ريت ما موصي، يا ريت القرآن ما وصي بهم، يا مولاي هذا بتوصية النبي وسووا هذا كله، لو مو موصي النبي شي يسوون. فالله العبودية هي التسليم المطلق لله. العبودية ترى تختلف عن العبادة،
العبادة هي الصلاة، الصيام، الصوم، الحج، هاي كلها عبادات. بس السؤال المهم، أنا عبادتي ترتقي لمستوى التسليم المطلق؟ ترتقي لمستوى العبودية؟ أنا أقول لك صلاتي لا، صلاتي أنا الفرض الواجب راح علي، يعني أسقطت الواجب اللي علي. أما عبودية وتسليم مطلق ماكو فيها، لأن صلاتي أنا كم مرة أرجحها، كم مرة أنسى عدد الركع. هذا لو أنت قلبك ويا الله، يم الله تنسى، ولأن القلب مو فارغ، القلب مو فارغ يا حبي. أنت شوف يعني الموضوع، لأنه ناخذها ببساطة على فهمنا إحنا، فهمنا إحنا. أنت لما تتكلم ويا واحد، عندك ويا واحد موضوع، وهذا اللي تتكلم وياه كل شوية مغاور عنك يمين وشمال، شو تقول عنه أنت؟ ها؟ ترضاها؟ إحنا صلاتنا هذه صلاتنا ويا الله، كل شوية مشرق، كل شوية مغرب. أخلص الصلاة ما أدري أي صلاة صليت، كم ركعة صليت. بعضهم مساكين اللي يبنون بيوت بعدين، بعضهم مساكين يقول أنا ما أخلص صلاتي إلا مخلص الحسبة ووصلت للطابق الثاني أو الثالث. كل شيء تتكركب الدنيا في قلب المسكين. هذه مو عبودية، هذه عبادة. العبودية هي صلاة النبي صلى الله عليه وآله. يقول، تقول الرواية، إذا وقف في المحراب يسمع في صدره أزيز كأزيز المرجل على النار من خشية الله، من خشية الله. وهو النبي أمير المؤمنين ينقطع عن الدنيا، حبل متصل، أما شبكة اتصالاتي أنا كلها مقطعة مسكينة، كلها مقطعة. دور لك شبكة ثانية، عاد تواصل ويا الله، تواصل يا مولاي، مو كل شوي تقطع الاتصال. هذه عبادة مو عبودية. العبادة هي التسليم المطلق لله عز وجل. حتى ترى دعانا، دعانا دعانا احنا يا مولاي، العلماء يطرحون يقولوا هل المطلوب الدعاء ام المناجات؟ المطلوب الدعاء لو المناجاة؟ الدعاء شنو؟ الدعاء هو طلب القاصي للداني للقاصي، طلبك أنت إلى واحد أعلى منك، هذا الدعاء. والدعاء كثير من الأحيان تشوبه المصلحة، يعني وين مصلحتي أدعو. وإلا إذا الإنسان مرتاح، مو دائما يدعو الإنسان، هاي حقيقة يشير إليها القرآن الكريم، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. مو من هنا اجي فلسفة الابتلاء، نرجع إلى الدعاء والمناجات. بس هذه لفتة مهمة، من هنا تأتي فلسفة الابتلاء. الله ليش يبتلي؟ مو النبي يقول إذا أحب الله عبدا ابتلى؟ بل والمؤمن، من وين نقراها إحنا؟ أنها رحمة من الله عز وجل. يقرونها علماءنا من هالزاوية، أن الله أحب هذا العبد، أحبه فأراد أن يفرغ قلبه من الدنيا ليسكن هو فيه. وشايف أنت والدنيا دار مصايب ودار، ومرت علينا المصايب والأزمات، مرت عليك. إذا أنت في مصيبة دعائك مثل الظروف الطبيعية؟ لا، حتى صلاتك تشوف فيها خشوع إذا عندك أزمة، إذا عندك مصيبة، إذا عندك مشكلة، لأن تبغي الله يحلها، تتعلق بالله. الإنسان وقت المصائب والأزمات متعلق بالله تبارك وتعالى، في الظروف العادية لا، تشوفه يمين شمال. فالله عز وجل إذا أحب هذا العبد ابتلاه، وإذا ابتلاه سكن في قلب. أنت مو من هني تقراها. شوف أنت فلسفة الابتلاء ترى أبعد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تعال شوف الثواب، أولئك عليهم صلوات من ربهم. الله يصلي عليه، الله يصلي عليه، الله بعظمته يصلي على هذا الإنسان إذا صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل وفوض أمر إلى الله. هذه من هنا تأتي فلسفة الابتلاءات. فإذا أصابتك بلوى، أنت بعد لا تقنط من رحمة الله عز وجل، مفروض تتعلق بالله أكثر حتى تحصل. أقول لك الله يصلي، ترى القرآن الكريم، وأنت قارئ القرآن الكريم، لم يصلي الله في هذا القرآن إلا في موضعين حتى تعرف عظمة هالأمر. الموضع الأول، صلى على الصابر المحتسب،
والموضع الثاني تعرفون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه سلموا تسليما اربطها مع العبودية. والله لما يريدك تعبد كما تريد يريدك تطيع النبي كما يقول، ولذلك يقول سلموا تسليما. سلموا تسليما مو تقول لي صلى الله عليه وآله وسلم، لا 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 مو هذا المطلوب. لو يريدك تسلم عليه كان الآية انتهت عند وين؟ وسلموا عليه نقطة. تسليما، تسليم التسليم المطلق للنبي صلى الله عليه وآله، سلموا إليه. فهذه الوقفة الثانية. فالمطلوب الدعاء أم المناجات؟ حتى لا تفوتنا هذه النقطة ونروح إلى النقطة الثالثة، هل المطلوب الدعاء أو المناجات؟ لا، المطلوب المناجات، لأن الدعاء تشوبه إيه. هذا أبونا الاسم بندينا حتى لا يجي فيه كبرنا، تشوفه يوم خامس أكو حالتنا حالة، الله يعودكم إن شاء الله على هذه الأيام. فنبندينا عن الملة ما عليك، جزاهم الله خير الجزاء، الله يعودكم. فعلى تحلل المطلوب الدعاء والمناجات. المطلوب المناجات، المناجات شنو؟ المناجات حديث العاشق لمعشوقه، حديث المحب لمحبوبه، هذه هي المناجات. المطلوب المناجات حديث المحب لمحبوبه. صلوا على محمد وآل محمد. شغله ونزله، ايه نزله نزله، يستاهلون البروده، نزل عليهم، نزله نزله تحت عادي، شغله شغله استاذ شغله. أنا ما قلت لهم بندوا أياسها، أنا من أول يوم الأياسي تنفخ ما عندي مشكلة وياها. فالمناجات المطلوبة، المناجات هي حديث العاشق لمحشوقه، حديث المحب لمحبوبه، هذا المطلوب. المطلوب المناجات. وترى حديث العاشق لمحشوقه لا إلى وقت. خليني أعطيك مثال، وإن كان يعني شتان بين الاثنين بس يؤدي المطلوب. اللي توهم خاطبين إذا تكلموا يا خطيبته 8 ساعات ما يخلص من حكي، وشوفه مكيف مرتاح بحديثه، بسك عاد، لا لا عليه بالعافية، خليه مولا عليه بالعافية. حديث العاشق لمعشوق، هذا حديث المحب لمحبوبه، ما يخلص ولا يمل منه. بس بعدين إذا صار لهم 10 سنوات من الزواج زين إذا تكلموا ويا بعض. حديث العاشق لمعشوقه، حديث المحب لمحبوبه. المطلوب من الإنسان، ترى أهل البيت عندما يتحدثون مع الله هذا حديثهم، حديث العاشق لمعشوقه. إذا صار الله هو أكبر معشوق عند الإنسان يشوفه في أي، وترى يا مولاي الله عز وجل تقول الروايات لا يمل من حديث العبد معه، حتى أنت تقوم من مكان العبادة والصلاة والدعاء كيفك؟ الله يقول لك أنا موجود. فالدعاء يمكن يصير في مصلحة، وشايف أنت أكو بعض الناس نقول لهم هذا والله مصلحتي، هذا إذا إلي حاجة من متر يسلم عليك، وإذا ما عنده حاجة ما يسل، إذا شافك يغاور عنك. حتى العبد ترى في علاقته مع ربه، أكو بعضهم إذا دعا تقول الروايات يوحي الله لجبرائيل اعطوه فإنه صوت لا أحب سماعه. وإذا المحبوب إذا العاشق دعاه شي يقول؟ أجلوا عطاءه فإنه صوت أحب سماعه. فإذا وصل الإنسان إلى هالمرحلة أحبه الله، خلاص وصل إلى أعلى مرتبة. فإني قريب، الله قريب من العبد، قريب من الإنسان، الله قريب من كل مخلوقاته، الله قريب من الكل، هو الخالق
يعرف تفاصيلك من الألف إلى الياء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم السر وأخفى. كل شيء يعرف عنك. بس إذا الله قريب منك أنت قريب من الله. علماءنا يقولون لا، لا تخضع العلاقة مع الله إلى القانون المادي. فلان قريب من فلان يعني الثاني قريب من الأول، والأول قريب من الثاني. هذا القانون المادي، الله ما يخضع إلى قانون المادة. إنزين شو نسوي حتى نقترب من الله؟ الله عز وجل من رحمته وعدله بين الناس إيش سوى؟ خلى مفاتيح القرب إليه بيدك أنت. أنت بإيدك المفتاح، بإيدك تكون قريب من الله أو تكون بعيد من الله. شلون؟ الخطوة الأولى نحو الله تبدأ من العبد، وهي ثقافة القرآن الكريم. اذكروني أذكركم. من هو اللي يذكر أول؟ أنت. أنت أنت تذكر. تريد الله يذكرك؟ اذكرك. إن تنصر الله ينصركم. فالخطوة الأولى تبدأ من العبد، من الإنسان. لكن شوف عطفة هالإله العظيم، هالرب الجليل، إذا خطى العبد نحو ربه جاءه الفيض والمدد الإلهي. شو يقول الحديث القدسي؟ الحديث القدسي ترى يختلف عن الحديث النبوي. الحديث القدسي دام ذاكرينه، الحديث القدسي ترى حال حال القرآن، أكو فروق موجودة. ليش حال حال القرآن؟ الحديث القدسي نصا ومعنا من عند الله. الحديث النبوي المعنى من عند الله والنص من عند النبي صلى الله عليه وآله. لكن الحديث القدسي ما في بلاغة إعجازية مثل القرآن، ولا يتعبد به. يعني ما يصير يجيب حديث قدسي محل الآية في الصلاة، لا 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 يتعبد به. شو يقول الحديث القدسي؟ من اقترب مني شبرا اقتربت منه ذراعا، ومن اقترب مني ذراعا اقتربت منه باعا، ومن مشى إلي هرولت إليه. فأنت تبدأ، لكن المدد من عند الله. يعرف الإنسان ضعيف فيأتيه المدد من حيث لا يحتسب. نسأل علماءنا أكو وسائل للقرب الإلهي؟ قالوا إيه موجودة. الله يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى وسيلة للقرب الإلهي، الخوف من الله، عدم عصيانه، الإيمان، يعني اللي يعرفونه بالإيمان. بعد قالوا واستعينوا بالصبر والصلاة، وسيلة للقرب الإلهي. بس يقولون إذا تريد طريق مفتوح إلى الله عز وجل وتقترب منه فعليك بأهل البيت سلام الله عليهم، عليك بالنبي وبأهل بيته. تذكرون لما ذكرنا الآية الله نور السماوات والأرض، وقلنا أن كلهم أنوار، وجمعنا الأحاديث مع بعضها البعض، وخلصنا إلى نتيجة أنهم كلهم أنوار زاهرة هادية لله. لكن الله أعطى خصوصية لنور الإمام الحسين صلوات الله عليه، خصوصية مو أفضلية، لا لا لا، خصوصية خصوصية. وسفينة أبو علي أوسع. تريد السعادة، تريد القرب من الله، ارمي روحك في سفينته، ارمي روحك في سفينة الحسين. سفينة الحسين واسعة. إذا أردت السعادة عليك بالحسين، إذا أردت القرب من الله عليك بالحسين. وشوف أنت عندك التاريخ موجود مفتوح على مصراعين، اللي تعلقوا بالإمام الحسين روح شوفهم. وهب نصراني، وهب نصراني اليوم، وهب وين تقرون اسمه؟ في لوحة الشرف موجودة مع الشهداء. ليش؟ تعلق بالحسين. يا مولاي تعلق به. يوم ندعو كل أناس بإمامهم خليك تحت لواء تحت رايته. هذا وهب الإمام الحسين سلام الله عليه. يقولون مر على مضارب على خيمة وهب، وقام ينادي من خلف الخيمة من وراء الستار وهب وهب، فلم يجبه أحد. طلعت عجوز أم وهب، قالت يا عبد الله ما تريد؟ قال لها وين وهب؟ قالت ولدي وهب. وهب ترى 20 يوم متزوج صار إليه، شاب في مقتبل العمر،
كل نشاط حيوية ومتزوج 20 يوم الدنيا أمامه يعني. قالت يا عبد الله ولدي وهب يطلع من الصباح يروح يجيب لنا الماء وحاجيات المنزل مثل ما تشوف هذه أرض مجذبة ماكو بيها ماء. أقول له رسالة عندك شيء أوصل إليه؟ قال قولي له أنني أبلغه السلام وليصدق الرؤيا في أمان الله. هذه أم وهب تقول هذا اللي إجا واحد مو عادي مو شايفة مثله من قبل، النور يلوح في محيا، رجل عظيم. أم وهب قامت تتابع الحسين شي يسوي، تقول راح من وراء الخيمة وجلس على الأرض ووضع أنامله الشريفة في التراب، تقول فما رفعها إلا بينبوع ماء ببركة ابن النبي محمد. على وإلى اليوم العين شاهد على ذلك. هذه أم وهب ذهلت، خلت إيدها على رأسها التابع الحسين، الشوف راح إلى ضعينة وحرك الضعينة ومشى الحسين. رجع وهب، رجع وهب واللي يشوف أمه قاعدة في وسط الخيمة إيدها على خدها والدموع كرش المطر. وقف على رأسها وهب، أمه ما الذي يبكيك؟ قالت ولدي اليوم المسيح إجانا، اليوم المسيح مر بخيمتنا وسأل عنك. قال لها أمه أي مسيح؟ شلون المسيح جانا؟ شو تقولين أمه؟ قالت ولدي روح شوف ورا الخيمة، وضع أنامله الشريفة في الأرض فما رفعها إلا بينبوع ما، روح شوف الماء يجري. قال أمه إحنا صار لنا سنين بهالمكان، أنا أروح أقطع المسافات الشاسعة حتى أجيب لكم الماء يوميا. أي ماء؟ قالت لي ولدي روح شوف الماء. إجا وهب لما شاف الماء جا يركض إلى أمه، أمه هذا اللي إجا يسأل عني ما قال إيش اسمه شي يريد مني؟ قالت يمه قال أبلغيه عني السلام وقولي لوهب أن يصدق الرؤيا. انهار وهب طاح على الأرض. إيش فيك ولدي؟ قال أمه هذا مو المسيح، هذا الحسين ابن رسول الله، هذا مو المسيح. الحسين ايش عرفك ابا ولدي؟ قال أمه البارحة في الرؤيا جاءني المسيح ومعه ويا اثنين مثل الشموس الطالعة. قال لي انت مؤمن بي؟ قلت له بلى. قال إن كنت مؤمنا بي فآمن برسالتي خاتم الأنبياء والمرسلين، اسلم على يدي حبيبي، اسلم على يده. فأسلمت على يده. وقال لي إذا أردت السعادة الأبدية والدولة السرمدية فانصر ولده الحسين. هذا الحسين يمه أي درب أخذ الحسين؟ قالت ولدي هذا الدرب. وتعرف الحسين عند ضعينة يمشي بالهدوء بالسكينة. وهب ركب على جواد وأطلق العنان إلى الجواد ولحق على الحسين. ساعة واحدة رجع إلى أمه، رجع إلى أمه متهلهل وجهه فرح، قاعد يلم أغراضه يخليهم على الفرس. ولدي وين رايح؟ قال أمه لقد أسلمت على يد الحسين وأنا رايح أنصره. صعد على جواده، قالت لي ترجل يا ولدي حق الأمومة، أنا أبغي بهذا الطلب بس، عندي طلب. قال تفضلي أمه. قالت ولدي أنت تروح تنصر الرجال وأني لما شفت المحامل كأن فيها خفرات محجبات، إذا الحسين بهالعظمة أكيد النساء عظيمات إلا وياه، ودني ودني يا ولدي ويا نساء. وشوف السعادة اللي حصلها بسبب تعلق بالإمام الحسين. بعد من؟ الحر ابن يزيد الرياحي. والحر أمر عجيب، من النار إلى الجنة. جعجع بالحسين، أبكى خوات الحسين، روع قلوب الهاشميات، هو الحر ابن يزيد الرياحي. بس شوف خاتمته لما تعلق بالحسين، لما رمى بنفسه في سفينة الحسين. الإمام لما وصل إلى قصر بني مقاتل وطلع منه حمل الماء
وأكثر من الماء تقول الروايات. اعترضت طريقه الحر في 1000 فارس، 1000 فارس قطع عليه الطريق. الحسين يلتفت إلى الحور، يطالع بعيونه بعيون أصحاب الحور، قال لي حر أنتم عطاشا كأنكم، عطشانين يا حر؟ قال إيه أبو علي، إحنا كلنا عطاشا، صار لنا فترة في هذه البيداء المقفرة ما شربنا الماء. قال عباس أخواني نزلوا الماء. إيه تتذكروا بالأمس لما تكلمنا عن القيم والمبادئ، ما تتغير مع العدو، مع الصغير، مع الصديق، وهذا المطلوب من أتباع المدرسة. يقول أنزلوا الماء، اسقوا القوم واسقوا الخيول ورشفوها ترشيفا، وسقاهم كلهم. والحسين يعرف أن هذه الرماح ستشق خاصرته وهذه السيوف ستقطعه على الأرض، يعرف الحسين. آخر واحد في الجيش إجا واحد اسمه علي بن الطعان المحاربي، ما يستاهل هالاسم، آخر واحد ينادي أين الحسين؟ فلقد حال العطش بيني وبين السماء كالدخان، يعني رجل ما يشوف من العطش. الحسين نادى على رسلك أنا الحسين، تعال تعال. أعطاه الماء، يبغي يشرب من لهفته على الماء، أخذ الماء ينسكب على أثوابه. قال للحسين أنخ الراوية، أخنث السقاء. لغة الحجاز ولغة العراق أكو فيها مفردات ما يفهموها. الحسين كسر خاطر هذا الملعون، أخذ الماء بيده الشريفة، يقول المؤرخ وقام يشرب بإيده 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 الإمام الحسين، وما أعطاه الماء دفعة واحدة حتى ما يروح نظره. جاز الإمام في كربلاء، إيه والله جازه.